أكيد ما شفتش. فيديو في داري. اخيرا اخيرا شتوني في داري ياكو. هاد الايام كنت جالسه عند جداتي، كما كتعرفوا عندي لي طخافو في الدار، هادي ماما كتعيط حيت درت مود اوغلين لينسونات. المهم البنات، شو كنت باغا نقول لكم؟ اليوم اخر نهار عندي في دار جداتي، البارح بتنا تما، اليوم جيت باش نكمل الطويان ديال الحوايج الباق الفوق في البيت. المهم حنا دابا غادي للدار ديال جداتي باش ناكلو رفيسة يم 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 لا معيشي محمد تسمح ليا. المهم البنات صافي، هادشي اللي كاين، ما كاينش شي حاجه سبيسيال. مهم غيكون ختامه مسك مع جداتي كيف ما قلت لكم، غادي ناكلو الرفيسة وصافي. ها نتوما معايا اللي درناه، ها نتوما معايا جديده في الدار اللي هي الكاميرا. جو سي با واش كتبان، المهم ها هي راه كتبان. ايوا البنات نعاودها لكم، كي الخرافه البارح بلي بغينا ندور الكاميرا باش نعاود لكم ونشرح لكم شنو وقع علينا. حتى في الدار كنت بايته عند جداتي، وصهيب كان بايت هنايا في الدار، وتصور واحد اللحظه صهيب كان كيتفرج في شي فيديو ياك، كان كيتفرج في شي فيديو وسبحان الله شك بلي شي حد ما عرفتش شي فيديو، شي فيديو ديال شي سرقه ولا شي حاجه قلت ديال تيدخل لواحد الدار. مهم قالك هو يقول ارا نشوف الكاميرا شنو كاين. هو يلقى واحد جوج دراري دايزين من هنا، وواحد شرط الطوموبيل فحال هكا غير ما قالو راسو، يعني ما عرفتش واش كان واش الهدف ديالو يسرق ولا شي حاجه، ولكن شرط الطوموبيل. يعني بامكاني دابا انني نحط الفيديو هنا في القناه ونشوفهم وكل شيء، ولكن بيان سور انا ماشي هكا وماشي خايبه وما غنديرهاش. غير بغيت نقول لكم ان دابا في هذه الايام ولات الكاميرا شي حاجه ديال راه ديجا بوبليتي في فيسبوك ديالك ياك. درتيها في فيسبوك ديالك؟ درتها، دارها صهيب ديجا في فيسبوك ديالو اللي بغا يمشي يشوف صهيب بغداد. المهم انا ما نحطهاش عندي، يعني باش كنوريكم الخبث ديال الانسان فين تيوصل لاينا درجه. يعني في هاد والله العظيم الا دابا ولات شي حاجه ضروريه الكاميرا في الدار، اوموان في الباب ديال الدار في الدخله، شي حاجه اللي ضروريه ضروريه بزاف، حيت هادشي اللي ولينا كنسمعو ولينا كنشوفو ولا كيخلع بزاف. واش دغنيغمون وحده قال كرماوها محروقه، عرفتي راه هادشي غريب. واش الانسان مابقاش عنده الانسانيه، مابقاش الضمير، المهم هادشي ولا كيخلع. المهم على ذكر بغيت نقول لكم على الكاميرات اللي صوبنا، الا كنتو انتريسي انا غنخلي لكم السيد اللي صوبنا عنده الكاميرا. وفين جا هو؟ في طريق فاس ياك، كاين في طريق فاس وكاين عندو في بلاصه، ومراتو متتبعه ديالي، وتلاقينا مي با غازار واحد النهار انا وياها. قالت لي منال هذا، بقيت تسلمت معاها صافي، بقينا كنهضروا، قالت لي راجلي كيدير الكاميرا. قلت لها بصح، قالت حنا راه بغينا نديروا كاميرات وهذا، ودوك الناس من اطيب خلق الله، وبغيتكم فريمون الا كنتو زعما انتريسي نخلي لكم النمره ديال التليفون ديالهم وكل شيء، سيروا لعندهم وبيزوات ليكم وتهلاو في راسكم. هاي هاي سلام البنات، لاباس عليكم؟ عرفتي البارح منين جيت من دار جداتي جيت مهلوكه، نسنا الصباح الغدا ما درناش شي حاجه بزاف، الشويدات الروز، المهم درت الزعلوك، درنا سميتو بطاطا مسلوقه، درنا شويده ودرنا غدا مقلي، يعني ماشي شي حاجه اللي غتصور. المهم دابا لقيتوني حاجاكم في التواليت، المهم هذا هو اللي شرينا جديد، حاجاكم التواليت وشرينا لافابو. هي ما تحركيش عليا، هي اللي كتصورني. دونك حنايا باقي لنا هاد الرشاشه غنشريوها وغنديرو هنايا، ما عرفناش واش باب ديال الزاز ولا باب ديال الالومنيوم، بحكم ان هذا حاجاكم التواليت ديالنا بوحديتنا، يعني ديال بيت الناس. ومن عاد نوريكم. المهم لقيتو عاد خرجتي السيد عاد ركب لينا هادشي، دابا لقيتوني غادي نبدا الميناج، بحكم انني جو سوي كونت انني نصور هادشي، ولكن بحكم ان بزاف ديال الناس كيقولوا لي مالا عمرك ما صورتي لنا راسك ديري شويه ديال الميناج، هانتوما معايا شوفوا الميناج كيفاش داير. يلا تنحماق عليكم. Thank you.
البنات بغيتي نهضر لكم على هاد اللعيبات هادو، كتخلوهم من المرجان، كتمسحو بهم الطوب بحال ديال لانجيت هما ديال الكوزينه، كتمسحو بهم البوطاجي، كتمسحو بهم الرخا. مثلا الا بغيتي دوزي شي تدويزه، يعني يلاه كي غسلتي، يلاه كي حكيتي، يلاه كي جبتي، خصك دوزي مثلا الجنب ولا هذا. انا كنصحكم انكم تستعملوا هاد لانجيت، كيتباعوا كيف ما قلت لكم في مرجان. انا كنمسح بهم البوطاجي، كنمسح بهم الحيل هكا كيما قلت لكم. دابا غادي نمسح بهم المرايا، علاش؟ حيت ما نقدرش انني نغسلها حيت عندي فيها الخشب، وهذا اللاكي هذا البنات هذا الخشب هذا ما يصلح ليش انه اطونوريكم. المهم انا ندور لكم ما يصلحش انه يتقاس بالماء داكشي. باش البنات كيف قلت لكم فيهم هذا الخشب هذا، كاين حتى هنايا لتحت كما شفتوا انا حكيت هذا من الفوق، ما يصلحش ان هذا الخشب يتقاس بالماء. دونك داكشي باش غادي نستعمل هاد لي لانجيت، غنمسح بهم المرايا وغنمسح هاد الجناب المغبرين هنايا. نوريكم هاد التويشيه هي اللي كنت شريت انايا من سميتو من بغيكوما اللي كنت وريتكم ديال الضو، فهي راه كتحرك كيف ما بغيتو. ماشي في هذه الجهه هذه، هانتوما كتطلع المهم كديروها في الحجم اللي بغيتو. انا درتها في هاد الديكور وصافي. البنات اختكم عيات. المهم البنات شوفوا لالا يا متكيه مجبده ليا ما والله زاك ديت واحد. شنو قديتي؟ انا مسحت معاك هذيك لاكون، انا ما عارف ثم الصباح مسحنا بها. المهم البنات عارفكم كاملين تسولوني شنو كنتي كتمسحي، باش كنتي كتمسحي؟ كنت كنمسح لاكول من جيرفليكس، قال لي صايبتيني حتى نجي نعطيك شويه لاندويت تمسحي به. خدمت شويه الطانطون ديال عقلي وانا نقول ما تصبغ تقدر تحيد، مالوغوزمون كنبقى لي غير شويه يلاه قدني يلاه جا لاصق. المهم مسحت به، الصراحه كانت النتيجه رائعه. يعني لا تخشر تخوالكم جو سي با كو شي حاجه، استعملوا هذيك ما تصبغ راه غادي يحيدها لكم. عرفتوا حتى يدي باش نبقى هزها وما كنقدرش عيد دك دك تكليت العصا النار، ومع الصباح كنت شقه لتحت ريسكت والله العظيم تماره وغالي. بعدا اوغوزمون عاد جات ماما مع ثلاثه شدات ليا غالي، مع كانت في الخدمه كتخرج حتى ثلاثه، جات شدات ليا غالي باش انا نكمل. المهم ها نتوما معايا. ويلي ويلي حتى جايين نشرب كنظن يمكن ما شي عاده هادي لا يمكن شي طياره.
المهم البنات من بعد غادي نمشيو للمشير حيت الماكينه وغادي نشرو وهانتوما معايا حبسي دابا عطنا فرشت الغالي هنايا في الارض باش يبقى مزيان نخليه واحد شويه في الارض برافو مامي برافو برافو كبيده زبابي حبيبه ديالي المهم البنات قاسين كنتمسكو كاملين وهانتوما معايا دربوا خطيت الايام ديال فيفالو كعرفتها غير بلومبالاج ديالهم المهم ديما كتسولوني شنو هما لي لونتي اللي كتاخدي البنات كناخد لي لونتي ديال فيفالو انا غادي نحلو لكم وغنوريكم لي ريفيرونس ولا كولور وكل شيء حيت ديما صهيب عطيني شي سويرتات ديالك صهيب عطيني سوار ديالك يلا حلي كبر راسك غنوريكم الكتالوج وغنوريكم لي كولور اللي تندير واللي موالفه اللي تندير وتيعجبوني المهم اول كولور تيحمقني هو هذا الكراميل هذا توب غزال كيجي اصلا هما منين كديريهم تيبانوا ناتوريل ما تيبانوش اصلا بلي راه كي دايره دي لونتي ولا شي حاجه المهم جربت هذا الكراميل المهم لي لونتي اللي كتشوفوني كندير راه وحده من هادو ديامون جربت هذا باستيشو حتى هو واعر جربت هاد جالاكسي حتى هو زوين جربت شنو اخر جربت هاد المهم هادو الصراحه هي اللي جربت المهم اللي نقدر نضمن لكم جربت بامال دو كولور جولد حتى هو جربته المهم البنات انا تنقول لكم ان كاع هاد لي كولور اللي كتشوفوني دايره ديال لي لونتي راهم ديال فيفالو انا غادي نخلي لكم لاباج انستغرام وشي نمره التليفون اللي كنكوموندي منها تكوموندو منها حيت كاينين بزاف المارين المرة اللي نخلي لكم هنا خديت نوازيت وماغين صراحه نوازيت ما عمر نوازيت جربتها ماغين اللي ما عمرني جربتها ماغين هنشوفوها نشوفو ماغين 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 لا ماغين جربتها جو سوي سور جربتها هاد ماغين متاكده مليار في المية جربتها المهم انا غادي راهم هادي هي لا مارك اللي كندير وراها طوب وزوينه وهذا كيصيفطوني معاه حتى المال ديال لونتي اللي كنتو انتريسي ها هما اللي كيصيفطوني المال ديال لونتي هما اللي كيتكلفوا ليا بكلشي المهم البنات ملي كنسمع غير كيبكي مشينا وصلوا ايه فوالا بحال ديما تنطلق بيضيطة مع شوية ديال القرعة وكندير معاهم مليحة وتنخليهم حتى كيتسلقو صافي أبخي كنطل نطحن الخضيرة ديالي مع واحد كيري ولا مع لاكخيم فخيش وصافي بنات عواشتنا واجدة المهم كما كتشوفو هنا درت الصبة لي وريتكم لي ديجا كتعجبني كنوريها لكم مرة كندير خضيرة كاملة مرة كندير هنا كندير القرعة وبطاطا أنا هادشي ديال الغدا سخنتو قالي صايب مديريش شي حاجة زعما مينخ أش إوا هاد الخبزة المهمة ديال كاسي صهيب كي كتجيك الصبة
صندوق زوينة ديما كتاكلها ولكن دابا ما عندها الماء. انا جبلي مرفق زعما اول مره تشربها. البنات وصلنا لفان ديال لا فيديو. فوالا هادشي اللي درت هاد النهار. المهم دخلت دوشت انا وحبيب ديالي غالي اللي شنا غسلنا الزبيطه. دابا غادي نكس مع واحد شويه. لقيتوني كنتفرج في الفيديو اللي حطيت لكم اللي فات صافي. ودابا غادي نمشيو نعسو واحد شويه وغادي نعسو. هادشي اللي كاين. المهم قولوا لي واش حتى نتوما وليداتكم مازالين كيسهروكم بالليل؟ انا مازال كيسهرني الخوينز بالليل مازال غالي يا غالي. كنقطع له الدفيراتو دغيا كيكبروا كيبقى يقمش وجهه ها هنا يقمشو. والله العظيم ما عرف شنو ندير معاه. المهم البنات يلا كنبغيكم بزاف 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 وتهلاو في راسكم وبسلامه عليكم و عواشر مبروكه. دخل عليكم الصحه والسلامه وطول العمر. يلا بسلامه.